إلى قاعة ويستمنستر التي يعود تاريخها لتسعمائة سنة. دخل رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حاملا معه كلمات الثناء والشكر ومستجديا زيادة دعم لندن له. في خضم الحفاوة والترحيب في القاعة التي تعد أقدم جزء من مجلس العموم، تحدث زيلينسكي بلغة واثقة من النصر. في مواجهة أنهكت جيشه، وظل يؤكد على طلبات بإمداد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها. لندن وقفت مع كييف منذ اليوم الأول، منذ الثواني والدقائق الأولى من الحرب الشاملة. بريطانيا مدت يد المساعدة عندما لم يكن العالم قد فهم بعد كيف يجب أن تكون ردة الفعل. بوريس، لقد جمعت الآخرين عندما بدا الأمر مستحيلا تماما، فشكرا لك. قبل أن ينهي خطابه، يقدم زيلينسكي خولة بيضاء تعود لطيار أوكراني وصفه بالبطل، حملت بعبارات الصمود. زيلينسكي حل بلندن تماما كما في واشنطن من قبلها، طالبا مد يد العون العسكري سعيا لانتصار وصفه بالمؤكد على روسيا. دخل مبنى تين داون ستريت آملا في مواصلة لندن الوقوف بجانب كييف. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بصديقي الرئيس زيلينسكي في المملكة المتحدة، ولدينا الكثير لنناقشه بشأن كيفية مواصلة دعم أوكرانيا في الكفاح ضد روسيا. إنه لشرف كبير أن تكون هنا فولوديمير، ونحن نقف إلى جانبك لضمان نصركم في هذا الصراع. اختتم رئيس الأوكراني يومه اللندني بلقاء مع الملك تشارلز الثالث في قصر برمنغهام، قبل الانتقال إلى باريس محطته القادمة التي سيلتقي فيها برئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز في قمة ثلاثية عنوانها البحث عن مزيد من الدعم لكييف.